دكتور احمد، نقول صباح الخير. صباح النور يا طبعا محمد. الساعه دلوقتي الواحده بعد منتصف الليل، واحنا جينا عشان نطمن على المزرعه من كتر كلامك عنها. طبعا حبينا ان احنا نيجي نتفرج على مزرعه الخير بالليل. احنا دلوقتي موجودين في منطقه المقابر في موط. يعني تواجدكم من البداية، وانت واخويا استاذ احمد زكي، وبشكر كل الفريق اللي كان صراحة يعني وقف في فكرة مزرعة الخير من البداية. فكرة كانت بمنتهى البساطة، ان كنا وقت حملة تنظيف المقابر لما جينا هنا، وكانت صراحة كان في رعاية طيبة من السيد رئيس مركز مدينة الداخلة دكتور نبيل حنفي. الراجل جه وبدأنا ان احنا نتعاون مع بعض بحيث ان احنا نوجد يعني فكرة تخلي الناس تتردد على المقابر، بحيث ان يبقى في رجل على المقابر من ناحية، ومن ناحية تانية تدي يعني منظر بعيد خالص عن المقابر، تدي شكل للمقابر، وفي نفس الوقت ما نخليش اي حد يجي يرمي اذى في منطقة المقابر. تمام. والفكرة بدأت معانا ان احنا كنا هنجيب، كل واحد كان يجيب شجرة من الناس المشاركين، وحضرتك واحمد زكي والزملاء اللي كانوا كله على اساس ان احنا كلنا هنجيب كل واحد فينا شجرة. بعد كده جينا اول ما جاء الدكتور نبيل، طرحت على سيادته فكرة استغلال المساحات المجاورة لمنطقة المقابر، وكانت المساحات المقابلة، آسف، وليست المجاورة، المقابلة لمنطقة المقابر بالتقدير لأنها 7 فدان. بدأنا إن احنا نتكلم في إن إزاي نزرع ال7 فدان دول نخيل، على أساس إن يتم الصرف على المقابر، لأن كان بيصرف على مقابر موت ومقابر الداخلة أو المقابر عموما الجلود كما تمام. يعلم الجميع. طبعا الجلود دلوقتي شوية السوق بتاعها في ركود، فطبعا احنا مش هنستنى لحاجه زي كده، ولكن كان الباك اب لحاجه زي كده ان احنا نزرع النخيل، على اعتبار ان ده هو المحصول الرئيسي في محافظه الوادي الجديد، نفس من ناحيه تانية يدر بعائد على منطقه المقابر، ويبدا يدر بدخل على المقابر، ويكون صدقه جاريه بيقدمها اهل المتوفى او الناس اللي هم ليهم زويهم هنا في منطقه المقابر، بيجيبوا نخله بيزرعوها على روح كل متوفى، ودي بتدي انطباع كويس جدا، بتعلي الانتماء بالبلد، خصوصا لما يكون في طفل. وعندنا هنا في المزرعه فضل الله سبحانه وتعالى، اتذكر على ما اتذكر طفل ابن الاستاذ هاني حمام جاء وزرع 3 نخلات على روح يعني المتوفين في المصرف، المتوفين في مصرف الخارجة. المكان، وهو بيزرع في مصرف الخارجة، فهو بيزرع ده نوع من انواع ان هو يثبت الانتماء بالوطن، صح. وتبقى حاجة كويسة، وتبقى حاجة يعني تعزز وحتى النزعة الإنسانية عنده بتتنمى، إن هو حس بتلاتة هو ما شافهمش. بالظبط، وان النخل لما يكبر بيكبر معاه، ودي تبقى قيمة كويسة جدا طيب، على النخل بعد اذنك يا دكتور، النخل وصل النهارده كام نخله منزرعه؟ يعني حضرتك كنت كلمتني قبل ما نبدا التصوير ان انت حضرتك عامل مشتل كمان جنب بسم المزرعه، الله ما شاء الله. طبعا انا فكام قبل ما المنزرع؟ اتكلم، انا بس قبل ما ادخل في المشتل، بتقدم بخالص الشكر والتقدير لاخويا المحترم الجندي المجهول استاذ عبد الناصر كيلاني، الراجل الذي يعني غرس معانا النخل ده يد بيد، كان بيجي من الصبح ولا زال بيجي من الصبح من الساعة 6 الصبح لغاية بالليل، وهو الراجل لا يكل ولا يمل، يمكن لسه ماشي من شوية. واحنا طبعا ده يعني طبعا تطوع منه، لا مش متطوع، واحنا كل هذه المزرعة تمت بالجهود الذاتية من أهالي أهالي مركز الداخلة، وكل شكر تقدير للأستاذ إبراهيم مبارز وأخوه الأستاذ محمود ولاد الحاج محمد مبارز اللي هم ساهموا بالمعدات الثقيلة، محسن يوسف جابوا، وهو وزملائه وأصدقائه جابوا شبكات الري، الباشمهندس أحمد سعيد والشيخ مصطفى اللي هم اللي جم ركبوا شبكة الري من المعصرة، أهالي المشية وأهالي موت وأهالي الداخل عموما بدأوا يجيبوا النخل. عندنا النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى على الأرض أكتر من 363 نخلة بفضل الله سبحانه وتعالى. بسم الله ما عندنا شاء هنا الله. في المشتل أهو قدام حضراتكم، المشتل ده مشتل إحنا عاملينه أهو قدام حضراتكم، المشتل ده يعني تجاوز ال 250 نخلة، بسم الله ما شاء الله. ده للتتقيل على أساس إن يتم ترقيع الأرض بالنخيل، فدي حاجة كويسة جدا. قدام حضراتكم طبعا هنا اهو، تعالوا اوري لحضراتكم طبعا، ده طبعا منظر هنا النخيل
هنا بسم الله ما شاء الله يعني ماشي. احنا طبعا يعني ده كده على الصف كده من الجانب من هنا. طبعا النخل هنا زي ما حضراتكم شايفين بيبقى ماشي على صفوف. وعايز اوري لحضراتكم حاجه جميله، تعالوا افرجكم على منظر ال 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 النخل وهو ايه وهو مزروع. بص بص وهو طارح. في حد احد الناس جابوا نخل، وسبحان الله اول ما طرح تمام، اول ما زرعوه طرح. يعني بص تعالى 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 ماشي اتفضل تعالى تعالى اتفضل. فهنا بسم الله ما شاء الله لحد بقى الاخر تمام. تعالى 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 من هنا من هنا بسم الله ما شاء الله. ده في شبكة رعية كمان اهي. يعني بصراحة الناس بدأت تتفاهم. طب يعني يا دكتور العائد تتوقع ان هو هيكون قد ايه؟ يعني مثلا نقدر نقول ان لو النخلة الواحدة جابت 1000 جنيه في الموسم لما تطلع ان شاء الله، هيبقى في موجود في حساب المقابر اكتر من 300,000 جنيه مثلا في السنة؟ هو ان شاء الله باذن الله بنطمح لحاجه زي كده. بس انا طب خلينا بس نقف عشان احنا هنا احنا هنتفرج على النخله اللي الدكتور بيقول لنا. دكتور دلوقتي هو الزحمه بيسال سؤال جميل تمام. عن موضوع ان دلوقتي النخل كله اهو تمام. احنا عايزين نعرف دلوقتي هينتج امتى؟ معنى صح ان شاء الله باذن الله. مش بقول لا انا صح. حط تقريبا معروف ان انتاج النخله انتاج النخله الواحده بيبقى بعد من اربع سنين لخمس سنين. وان انت والنخله بتنتج 1000 بمعدل 1000 جنيه بمعنى صح. والله كده عندنا كام نخله؟ والله يا استاذ احمد انا عايز اقول لحضرتك ما بتتحسبش كده. يعني خليني بس اقولها بالراحه كده عشان ربنا يبارك. الاول احنا بنقول يا رب ان شاء الله باذن الله يبارك في النخل ده ويصدق ويعلم. على فكره في ناس اخوانا ده المنظر ده بالليل هناك. انا هحاول اوريكم النخل فعلا الناس جابت نخل وطارح يعني بمعدل 6 ايام، ودي حسب النوايا وانت هتشوفه دلوقتي. بس الفكره كلها ان احنا كمان 6 سنين او كمان 5 سنين ان شاء الله باذن الله هيكون في عندنا اكتر من 350 نخله. ان شاء الله باذن الله هيكونوا طارحين. ده في المرحله الاولى. المرحله الثانيه ان شاء الله باذن الله هيكون بالتوازي، لان احنا في الجهه المنطقه الشرقيه. المنطقه الغربيه ان شاء الله باذن الله هيكون العدد اكتر من كده. يعني هيكون في المساحه الاجماليه لهذه المزرعه ان شاء الله باذن الله في اكتر من 900 ل 1000 نخله ان شاء الله باذن الله. وده طبعا هيكون على مسمع ومرأة كل الناس. الناس هي اللي هتبقى تيجي تشوف وتشارك في تنظيف النخيل. ربنا طبعا يديكم يعني طول العمر واحسن العمل ان شاء الله. لا احنا نتوقع ان شاء الله الرقم المزروع حاليا دلوقتي قد ايه بالظبط؟ الرقم دلوقتي ان شاء الله باذن الله يعني نقول من 320 350 نخله بالتقريب. ده غير اللي في ال ده باللي في المشتل هناك ان شاء الله باذن الله 250. احنا عندنا دلوقتي في نخل لسه جاي لنا دلوقتي برضو من اهالي الخير اكتر من 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 25 نخله لسه داخلين دلوقتي، بالاضافه للعدد اللي موجود بقى 275 نخله. ده غير اللي من حوض التثقيل للنخل او التثقيل للنخل في المنطقه الثانيه. فدي حاجه طيبه ان شاء الله. يعني اجمالي اللي موجود دلوقتي يعني ان شاء الله حوالي 600 نخله الا شويه، يعني نقول 500 وشويه ان شاء الله باذن الله. ونامل ان العدد يزيد اكتر من كده. على المساحه دلوقتي على كلام حضرتك مساحه 7 فدان. 7 فدان لو قلنا معدل الفدان هياخد 70، يبقى المساحه برضو هتبقى تاخد معانا. هناخد الجوانب برضو هتقول هتاخد لها بتاع قد حوالي برضو 200. هنزود شويه نفضل بقى يعني ايه نضغط شويه في المساحات الثانيه من 5 ل 5 لحد ما ايه نزنقها في 900 950 نخله ان شاء الله باذن الله. بس احنا بنتمنى بنطمح لاكتر من كده على اساس برضو في نقطه النخل. طب احنا وقفنا المرحله الاولى، احنا مثلا وقفنا المرحله الاولى اللي موجوده دي ووقفنا على كده، طب باقي النخل اللي هو اللي متقل دوت هيبقى ايه؟ برضه داخل للمقابر. يعني احنا هنعمله مشتل تثقيل للنخل بحيث ان السنه الجايه لو حد حب يشتري نخل من القائمين على رعايه المقابر هياخده من الشتلات اللي موجوده دي ويصرف على المقابر. النخل بعد لما بيثقل بيبقى غالي، بيبقى ب 400 جنيه او ب 350 جنيه النخله. بدل ما بيتبرع ب 100 جنيه ثمن النخله النهارده، لا هو بيتبرع كمان 4 سنين اسف كمان السنه الجايه وكمان او كمان 6 شهور ان شاء الله، زي من 6 شهور لسنه بيتبرع ب 450 جنيه وقاعد مكانه في البيت. فالنهارده دي تعد صدقه جاريه موجوده. عايز اوضح نقطه مهمه جدا كان الاستاذ عبد الناصر
كلاني الراجل صديقي في هذا العمل، الراجل المحترم هو وكافه القائمين الاستاذ عبدين الغريب وكلهم كانوا اقترحوا فكره كويسه جدا ان يتزرع. والدكتور يوسف دياب، جزيل الشكر للدكتور يوسف دياب عالم النخيل بمحافظه الوادي الجديد، اقترحوا ان يتم زراعه الذره حوالين النخيل دوت، ونزرع كمان كركديه وحاجات زي كده. نقترح برضه ان يتم زراعه البطيخ على يحمل على النخيل دوت عشان يدي محصول. ليه في اسئله دكتور مهمه جدا انا كنت هسالها. من الذي سيقوم برعايه السبعه فدان؟ طبعا هو دلوقتي يعني جزيل الشكر طبعا، بس ما ردتش بس في النقطه الاول اللي هي الجدول الاقتصاديه للسبعه فدان دول اللي هم مثلا بمعادل 950 نخل، هتبقى الجدول الاقتصادي لازم عايزين نوضح للناس الجدول الاقتصادي هتبقى بعد خمس سنين قد ايه مثلا؟ لا ما لا تحدد بقيمه، واللي يقول كده اسمعني بس عشان يعني معلش في نقطه مهمه. انت يعني انا كراجل كمتخصص في الاقتصاد والاقتصاد يعني الاقتصاد الزراعي، كان اتكلم اقتصاد زراعي، لا يتم وضع اي احتمالات كقيمه مطلقه للتعامل مع متغيرات زرع. انا ايه اللي ضمني ان كمان بعد ثلاث سنين او سبع سنين يقول النهارده رقم؟ نبص نلاقي ان النخل ده كله ولع. طب مين المسؤول عن كده؟ عندنا الجمعيه، جمعيه الدخل اللي هي جمعيه الرعايه اللي ماسكها الشيخ محمد عبد التواب. الناس جم اتكلموا وقالوا احنا ممكن المقابر ليها جمعيه. ليها جمعيه طبعا، و و و و و وطبعا في جمعيات طبعا تانية، جمعيه مرضى السرطان، جمعيه سلام الخير، جمعيات تانية. نتمنى ان كل الجمعيات تيجي تشارك في يعني اداره حاجه زي كده. ماشي، احنا بنتكلم المسؤول على مدى خيوره سقي الارض وسقي الزرع. طبعا هي كلها تبقى شبكه ري، بس محتاجه حد يهتم بالشجر عشان يكبر. طب دي مش محتاجه مظبوط، احنا نتكلم طبعا حاجات هيبقى بالظبط. هل في لجنه مشكله هتبقى منوط بيها بالاهتمام بحاجه زي كده؟ طيب في لجنه دلوقتي الحمد لله موجوده اسمها لجنه جنه الخير. اللجنه دي هتسلم ملف المزرعه دي ان شاء الله باذن الله بعد لما تكتمل لجمعيه المنوطه ان شاء الله باذن الله بهذه الرعايه. بالاضافه ان احنا هنكلم السيد رئيس مركز مدينه الدخله دكتور نبيل، الراجل مش اتاخر معانا، تكليف عامل بيكون متولي مباشره مهام المزرعه ورعايتها. مفيش استاذ عبد الناصر كلاني، انا الناس القائمين اللي هم بيترددوا، الناس دي متطوعه ان هي تكون 24 ساعه. بالعكس احنا لما بنيجي هنا بالله بتبقى راحه نفسيه اساسا بعيد عن اي حاجه خالص، حاجه مش ثقيله الحمد لله. غير احنا موجودين الساعه 1 بعد منتصف الليل، وزي ما انت شايف ادينا يعني بنصور وموجودين وبنتكلم. عايز حضراتكم كده يعني عايز اوري لحضراتكم برضو، يا رب بس ان النور يكون جايب معانا. بص عندنا، بص يا دكتور، بص النخيل هنا بدا اهو، بدا يا الناس جايبه ومعلم مطلع الطرح بتاعه اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني دي حضراتكم. يعني اللي جاب النخله دي 1 2 3 اللي جاب النخله دي جايب احسن حاجه عنده يا اخوانا. يعني طبعا دي اهلنا والله بنفتخر بيهم بجد. يعني ممكن تكون جاي معلمه اصلا؟ لا 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 لا، هي الراجل جايبها وبنيه ان هي سبحان الله. في نخيل مثقل هناك قدام، تعالوا اوريكم قدام بس هنا. احنا شايفين بصوا يا جماعه دي مزرعه الخير كلها. تعالى ازرع. اتفضل يا دكتور. ده شجر موجود بالفعل نخيل. اخوانا مجهود جبار بامانه، يعني سبعه فدان حد بيقوم بيهم لوحده بيزرع و نخيل مثقل. نخيل مثقل. دي يا اخوانا دي عمليه التتقيل بالبلدي زي ما بنقول. يعني نخيل جاي مش ما فيش فرص ان هو يقع خالص يعني. باذن الله باذن الله. اخضر اهو قدام حضراتكم، حاجه محترمه جدا. نخيل اخضر ويعني يشتغل على طول برضه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اهلنا عارفين ان الصدقه يعني بتقع في ايد ربنا قبل ما تقع في ايد الناس اللي انت متوجه لهم بامانه. يعني انا بس بصراحه كل شكر وتقدير لكل من تبرع وكل من ساهم وكل من قدم وكل من شارك وكل من حط وكل من نقل وكل من سوى وكل من حفر. ربنا يجازيهم كل الجزاء يا رب. ربنا يجعلها في ميزان حسنات كل الناس. وبنشكركم استاذ احمد زكي واستاذ احمد سلوسي. اشكرك جدا يا دكتور.